اعتمد المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في تكوين هيئاته واختيار قياداته بمختلف مستوياتها التنظيمية على آلية ديمقراطية ظلت تميزه عن غيره من الأحزاب، تقوم على قاعدة التنافس في الأفكار وتقديم الأفضل ونيل ثقة قواعده الشعبية من دون أبوية ودورية أو دورية تقييم مساره وتقويمه عبر مؤتمراته العامة ودوراتها. نتابع التقرير. امتدادا لنشأته عبر انتخاب الشعب ومؤسسي ومكرمي ثقه الوطني في 24 من أغسطس سنة 82، واصل المؤتمر نهجه وتمسكه بمرجعيته الشعبية وديمقراطيته، ممارسا لها تنظيميا وناشرا لثقافتها وسلوكها سياسيا ومجتمعيا. ذلك ما جسدته المؤتمرات العامة للمؤتمر الشعبي العام ودوراتها، ظلت جميعها محطات تقييم وتقويم لنظم المؤتمر ولوائحه وتوجهاته وسياسته، بما يوسع المشاركة الشعبية بلا تمييز في قواعده وهيئته القيادية، وتبعا في إقرار توجهاته ومواقفه وقراراته. ومثل ما انتخب أعضاء مؤتمره العام التأسيسي من 54 من بينهم امرأة لعضوية لجنته الدائمة، وعين لاحقا 25 آخرون للجمع بين الإرادة الشعبية والكفاءة، فقد أقروا انتخاب أعضائه كل 4 سنوات وأنشأ مؤتمرات فرعية بالمحافظات. جاء المؤتمر العام الثاني للمؤتمر الشعبي العام في 21 من أغسطس 84، وقد كونت المؤتمرات الفرعية في محافظات شمال الوطن، وتوسعت ندوات التوعية بالميثاق الوطني وإشاعة قيم الحوار والديمقراطية. وبموجب اللائحة أصبحت تكوينات المؤتمر تتألف من لجنة عامة تضم الأمين العام ونائب الرئيس ورئيس الوزراء وأمين سر اللجنة الدائمة ومساعديه ورؤساء اللجان المتخصصة واللجنة الدائمة وأربع لجان متخصصة والمؤتمرات الفرعية. كما قرر المؤتمر انتخاب وتعيين عضو المؤتمر عن كل 500 مواطن في المديريات والعزل. وفي 25 من أغسطس 86 عقد المؤتمر ثالث مؤتمراته العامة بمدينة تعز تحت شعار المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية بحضور 1007 أعضاء من بينهم 4 نساء و190 مدير ناحية بصفة مراقب. شكل رابع المؤتمرات العامة للمؤتمر المنعقد في 12 من نوفمبر 88 بصنعاء وبحضور 1000 عضو بينهم امرأتان ووفود ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلدان الشقيقة والصديقة، أبرزها اللجنة السياسية وشؤون الوحدة اليمنية. الأخوة، أنا بالنسبة لي أنا هيئة رئاسة أقدم استقالتي للمؤتمر من الرئاسة، ونتيح فرصة لمن يرأس المؤتمر. واصل المؤتمر الشعبي العام مسيرته في تأسيس الديمقراطية سبيلا للتنمية الشاملة، فعقد في 25 من نوفمبر عام 95 في صنعاء الدورة الأولى لمؤتمره العام الخامس بمشاركة 5286 عضوا بينهم 200 امرأة، وشهدت انطلاقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وتعزيز الديمقراطية. أقرت الدورة صياغة لتطوير برنامج العمل السياسي وتعديل النظام الداخلي، انتخبت بموجبها قيادات المؤتمر من رئيس ونائب أمين عام وهيئة رقابة تنظيمية وتفتيش مالي واللجنة الدائمة التي زاد أعضاؤها إلى 501 عضو بينهم 30 امرأة فائزة من بين 2084 مرشحا. في 24 من أغسطس 2002 أقرت الدورة الثانية للمؤتمر السادس تعديلات النظام الداخلي تواكب التعديلات الدستورية ونتائج أول انتخابات للمجالس المحلية واستعدادات خوض الانتخابات النيابية الثالثة. وفي مدينة عدن انعقدت في 15 من ديسمبر 2005 الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع، كرست لمناقشة وإقرار توصيات خطط إعادة الهيكلة التنظيمية وتعديل بعض اللوائح ونصوص مواد النظام الأساسي والبرنامج السياسي، وأقر 5260 عضوا وعضوة مشاركين أن يكون لرئيس المؤتمر الشعبي العام نائبان. انتخب المؤتمريون الزعيم علي عبد الله صالح رئيسا للمؤتمر الشعبي العام ونائبان وامين عام واعضاء هيئه الرقابه التنظيميه والتفتيش المالي، واقروا محددات برنامج عمل لمواصله الاصلاحات الديمقراطيه والتشريعيه والاقتصاديه والماليه والاداريه والقضائيه ومكافحه الفساد والارهاب واعاده النظر في تشكيل مجلس الشورى ومهامه. وفي اغسطس عقد المؤتمر دوره ثانيه لمؤتمره السابع في صنعاء، اعلنت التمسك برئيسه
الزعيم علي عبد الله صالح مرشحا وحيدا له في الانتخابات الرئاسية الثانية، ومطالبته بالتراجع عن قراره عدم الترشح رغبة منه في الإشراف على أول نموذج إقليمي لتداول السلطة سلميا وتجدير الممارسات الديمقراطية. الخطيب، اليمن اليوم. عقد لقاء موسع لرؤساء فروع المؤتمر